هذا اللايف هذا اخويا نصرو رايح نديره يعني كشغل للناس اللي ما عندها والو، فهمتني؟ كشغل اللي يبدا من الزيرو، لا فهمني؟ يبدأ بوالو، لا واحد يبدا يبدأ نبدا بزوج ملايين، لا بعشرين ألف الأول. يبدا يبدا من الزيرو، ما فيها لا زوج ملايين لا خروط، وهذاك جيب لي باش تدخل في النتورك تاعي، جيب لي زوج ملايين فهمني، وصراني نقصت يعني تسويق الشبكي هذوك، حنا خاطينا تسويق الشبكي خويا الحمد لله، فهمني؟ المهم خلاص ونسمع ويسمعونا الكل وخلاص. بون، ايه في هذا الاول يسمى نقول لكم السلام عليكم جماعه اللي راهي حاضره كامل، مرحبا بكم، راكم تعرفوا اخوكم نصر وانا اللي ضيف عند خويا نصر، وان شاء الله اللي اعطاني، مرحبا نشكره بك يا محمد. اللي اعطاني هذه الفرصه هذه باش نقدموا اضافه في اللايف تاع نصر، ويكون يعني ذو فائده ونفسي. انا اسمي سالم فيصل من مدينه باتنا، وساكن في باتنا الحمد لله، وكما قال لكم نصر راني عندي حوالي خبرة 10 سنوات، وانا نتمرمد كما نقولوا نتمرمد في هذا المجال، والحمد لله ساعات نتمرمد وساعات نطلع وساعات نهبط، مي نحمد ربي على كلش. مسوق الكتروني اخوكم فيصل، مسوق الكتروني ويخدم في نفس الوقت جرافيك ديزاينر. بهذا الشيء هذا ان شاء الله اليوم راح نبداو نهضروا على العمل عبر الانترنت. وش هو العمل عبر الانترنت؟ كاين اللي يسميه الربح من الانترنت او الربح عبر الانترنت، مي انا نفضل المصطلح الاول اللي هو العمل عبر الانترنت، باسكو هذا العمل عبر الانترنت نقدر نقول راهو كيف اي عمل تروح تخدم فيه وظيفة وتعاود ترجع، هذا العمل ثاني فيه التعب وفيه تخدم مخك وفيه الجهد وجسم تاعك يتعب وكذا، يعني باش ما واحد ما يجي يقول لك فوالا اربح ملايين دولارات بضغطة زر، باش ما نكذبو ما نخبيو حتى على واحد. هذا المجال قادر تقعد قدام البي سي نتاعك 16 ساعة 20 ساعة عادي جدا، انت والقدرة الجسدية نتاعك اللي تقدر تتحملها. كاين اللي يقعد 14 ساعة، كاين اللي يقعد 4 سوايع، كاين اللي يقعد 2 سوايع، كل واحد فراي مخرجاته. احنا ماذا بينا درك نبداو بالخطوة الأولى اللي هي الناس اللي عندها، نهضروا على المستوى اللغوي أو مستوى يعني المستوى تاعك في الإنجليش ولا في أي لغة تتحدث بها في العالم، لأنه هذه اللغة هذه راح تكون هي المنطلق نتاعك. يعني إذا كان ما عندكش لغة ماكش راح تتونجاجي في المجال هذا تاع اونلاين ماركتينغ ولا انترنت ماركتينغ ولا الفريلانسينغ ولا حاجه كيما هكا. من بعد نتطرقوا لهذه المصطلحات ونشرحوهم بالضبط واش يكونوا. فوالا، عندنا كما قلنا المستوى اللغوي نتاعك في هذا المجال لازم يكون متوسط، ما انا ما نقولش يكون بيرفكت، المهم تكون عندك في المخزون نتاع المخزون اللغوي يكون عندك كلمات تقدر تونجاجي بهم في المجال هذا، لأنه ممكن تحتاجهم في كتابة المقالات، في إنشاء مثلا تكتب الوصف انت على لي باج سوشيال، يعني السوشيال ميديا، لي باج سوشيال ميديا تاعك تكتب الوصف تاعك بالإنجليش حسب اللغة اللي راح، يعني الجمهور اللي راح تتطرق له بهذا كيف يسموها بهذا اللغة. ثاني حاجة هي الانفورماتيك، يعني ما ننصح اي واحد لازم يكون يعرف الانفورماتيك، والحمد لله احنا تبان لي كامل الناس راهي عارفه الانفورماتيك. يعني يلعب تكون تلعب كيما نقولوا، انا نهضر لكم بالدرجه، تكون تلعب بالبي سي تاعك ولا بالميكرو تلعب به لعب، يعني كي تحوس على تبغي بروغرام تروح تجبدوه مكراكي، ولا تجبدوه ولا تروح تشريه بالليجل ليسنس تاعه ما يهمنيش، المهم تكون فاهم الانفورماتيك يا ربي وتكون موهبة. مانيش نقول لك انا تكون عندك ديبلوم ولا هذيك، المهم تكون عندك موهبة. فوالا، نزيدو نفوتو المجال التخصص نتاعك، يعني المجال التخصص سواء في الجامعة ولا المجال المهني، يعني سواء كنت جامعي ولا كنت متخرج من سونتر. هذا لازم يكون عندك شيء اللي تقدمه للجمهور اللي راح تستهدفه.
لازم يكون عندك شيء تقدمه للجمهور اللي تستهدفه. ممكن يجيني واحد يقول لي فيصل انا ما عندي حتى مستوى، ما عندي حتى، عنديش مهنة، ما عنديش حرفة، ما عنديش، مانيش متخرج من جامعة او من مركز مهني تاع التمهين، هذا سونتر كيما نقولوا. نقولوا ما كانش مشكل، كاين الحلول اللي رايحين نطرقوا لها في الفيديو هذا ان شاء الله، ابقى معنا برك. الخطوة الرابعة خاوتي، نبغي ديما نسأل سؤال للجماعة اللي راهو قاعدين يتفرجوا في اللايف، راك تخدم ولا لا؟ راك تخدم ولا لا؟ خدمة نورمال، سواء تخدم قهواجي، سواء تخدم في ريستورون، سواء تخدم حمال، سواء تخدم أي أي حاجة خدمة؟ طرباجو، المهم خدمة، راك تخدم ولا لا؟ أنا هذه اللي تهمني. إذا كان أنت راك قاعد اش 24 ولا ما مباليش، معظم الوقت نتاعك قدام الانترنت وقاعد تسويفي في لي فيديو وتتبع في لي فيديو، خاصة لي فيديو اللي ما يفيدوكش، يعني ما كاين فيديوهات ما يفيدوكش، تقعد انت ديما هكا تسويفي، خاصة تيك توك وجماعة، راني نشوف فيهم ناس راهي تدخل دراهم من تيك توك وتدخل دراهم من اليوتيوب وتدخل دراهم من الفيسبوك وكذا وكذا، وانت قاعد تسويفي فيه. بنادم هذا اللي راهو يتفرج فينا درك يسأل روحه راك خدام ولا مانيش خدام؟ إذا كان ماكش خدام خويا نقول لك حاجة، يعني من باب النصيحة لله، شوف خدمة تساعدك. أنا مانيش راح نقول لك هذا الشيء اللي راح نهضر فيه اليوم ولا التسويق الإلكتروني هذا راح يكون 100% ناجح بالنسبة ليك، قدر تضيع سنوات عمرك وأنت تحاول في هذا المجال، تحاول تحاول وما توصلش على واه، لأنك ممكن ما تلقاش روحك تقدم، ما تلقاش واش تصرف على روحك، ما تلقاش، تبقى ديما في واحدة الدوامة أنت أنا بغيت ننجح بصح ما عنديش راس مال باش نبدا البروجي الفلاني، باسكو لهنا هذا المجال هذا قادر تبداه من الزيرو، ما نقولوش مش قادر تبدا من الزيرو، بصح مع كل ما تتطور المستوى نتاعك في المجال هذا راح يحتاج الامر انك تنفاستي دراهم باش تشغل تميكي موني بزاف، فهمتني؟ تميكي موني بزاف، باسكو كون ما تنفاستيش وتبقى بعقلية مثلا نقولوا انك تخدم بالفري ترافيك، يعني شو الفري ترافيك؟ الفري ترافيك هو الزوار المجانيين، يعني شغل مبارطاجي في لاباج تاعك، نصرو يجيوك باطل ماكش مسلك عليهم سبونسور ولا حاجة كيما هكا. مي كي غدوة كي تولي تديفلوب وتبغي، يقول لك موني يجيب الموني، تبغي تجيب الموني تاع الصح، تبغي تسوفي لازم تعطي الموني باش يجيك الريتيرن، فهمتني؟ باش يجيك الريتيرن بزاف. هذه اللي راني نقول الدرام انا، يجيب الدرام. دراهم يجيبوا دراهم، كما يقولوا give money take money، ولا كيف يقولوها لا get money، تقدر تقول هكاك، تعطي وتدي. هاي تعطي وتجيب. فوالا، انا ننصح خاوتي في هذا الامر هذا انه يدبر اي خدمه اي عمل، ما يهمش، ما تحشمش، ما تكونش حشام تقول اوف ولا انا كفاه نروح نخدم قهواجي ولا اوف ولا، لا لا خويا، سيد الرجال خدام، فهمت؟ خدامهم هذا هو سيد الرجال خدامهم. كي تجيب انت تحرر في شهر، تحرر 2 ملايين ولا لشتا مليون، راك تنحي بزاف مصاريف من حياتك، نحي معليش انا الفليكسي تاع التليفون، تنحي تقدر تشري قش، تقدر كذا، تنحي بزاف حوايج، ولهنا في راسك ترتاح، ما تبقاش تخمم اني انا علاه ما كاين الناس يقولوا على ما عطانيش ربي ولا كذا، وعلى الدوله ما عطاتنيش كذا، ان بالنا باللي الدوله ما عطاتناش، وان بالنا كذا وكذا وكذا، والفساد منتشر. مي ما تحاولش تبرر الاخفاقات نتاعك باخفاقات الاخرين، حاولش خلاص تبرر الاخفاقات نتاعك، انت ربي عاطيك فرص، لي اقسم بالله كنت تهز رجلك غير تلقى فرص، ما شاء الله تلقى لي فرص ما شاء الله. الخدمة هذه هي الخدمة، الخطوة الاولى اخرج دبر خدمة، دير السي في تاعك، خاصة انا ساكن في بلدية صغيرة، يعني ما فيهاش كما نقولوا مصانع بزاف، فيها قطع مصانع، تدفع السي في تاعك، كان اللي ساكن في العاصمة، كان اللي ساكن في البليدة، كان اللي ساكن في حاسي مسعود، كان اللي كذا، روح ادفع لي سي في تاعك في النهار، دير 50 سي في امبريمي، 50 سي في فوت عليهم. قال مثلا انت قاري متخرج من جامعة مثلا في مجال الاقتصاد، تقدر تخدم كونطابلي، تقدر تخدم احصاء واستشراف، تقدر تخدم بزاف حوايج،
روح للشركات ادفع لهم السي في تاعك، تقدر تخدم كونطابلي، روح للبازارات، بازارات يحتاجوا لي كونطابلي، خاصة اللي عنده حانوت كما نقولوا سوبيرات ولا حاجة، يحتاج واحد كونطابلي يدير له الحساب نتاعو، يحتاجوا الناس كيماك. ما تقولش راني مانيش راح نلقى، ما تقولش راني راهم يحقروا، راهم يخدموا بالمعرفة، ما مبلناش حنا لا شانس. وراهي انا واحد من الناس، نهار كي جيت نقدم على وظيفة دفعت حوالي مئات السيفيات بارتو في باتنا كومبلي، دفعت السيفيات تاعي، خليت لهم السيفيات تاعي، 8 شهر 8 شهر واحد لا عيط لي، شركة ما عيطت ليش، شفت 8 شهر ما عيط لي ولا واحد. نهار كيفات 8 شهر، بنهار اتصلت بيا شركة، الحمد لله شركة من أكبر الشركات اللي هي جنرال إلكتريك، ما الحمد شاء لله الله. تاع أمريكا، الحمد لله جنرال إلكتريك، وراني نخدم فيها والحمد لله، ولو بثمن يعني نعتبره أنا ثمن بخس، ولكن باش نهز روحي، باش نحي مصاريف أخرى من حياتي، ونخدم نلقى الوقت باش نخدم في المجال هذا تاع الانترنت. فوالا باش نفوتوا النقطة هذه، حوس على خدمة أخويا، حوس على خدمة تفيدك وتنقص عليك المصاريف. فوالا فيسموه فتنا الخطوة هذه تاع العمل، وفتنا الخطوة هذه باش تكون روح ولو بالقليل. نفوتوا الخطوة الخامسة، هي اختيار المجال اللي باغي تخدم فيه اونلاين، يعني كما نقولوا حنايا المجال تاعك، حسب المجال وحسب فهامتك وحسب فاستك وش باغي تخدم. انا راني نهضر بلغة بسيطة باش يفهموني كامل، قادر يقول لك يهضر بلغة بسيطة تاع الحجريين، المهم انا ماذا بيا يفهموني كامل انصرو خويا. عندنا الأولى الحاجة الأولى اللي تقدر تربح منها ولا تقدر تخدم فيها بار انترنت، هي اختصار الروابط. كاين حاجة اسمها اختصار الروابط، شورت لينكس. هذا وش كفاية تقدر تخدمهم، كاين ناس كفاية يخدمهم. قال راهو عنده اشان في يوتيوب، قال مثلا راهو يهضر على موضوع في الفيديو تاعه، وفي الاخر راهو مخلي قال مثلا بي دي اف فايل، ولا مخلي اي حاجه داونلود، ولا مخلي سكريبت نتاع بروغراماسيون ولا حاجه كيما هكا. شورت لينك هذاك يحطو في ديسكريبشن تاعو، كي يروحوا الناس باش يروحوا، هو يدعيهم يقول لهم فوالا اللي بغى هذا نعم الشيء هذا كذا، يروح يلقى ليا في في ديسكريبشن، اليوتيوب اها في اليوتيوب، في ديسكريبشن تاع اليوتيوب. هو كي يروح الحمد لله يكليكي على هذاك اللي، كي يكليكي على اللي هذاك يخرج له، تنبثق له يعني نافذه بوب اب ولا حاجه كيما هكا، ويجي واحد العداد هكا يحسب 5 ثواني ولا وشي، وتكمل تروح للمحتوى اللي قدمه لك هذا اليوتيوبر هذا، ولا هذا السيت هذا، ولا ما يهمش. ثم تحتسب الارباح ليك عبر النقرة، فهمتني، أو عبر ظهور الإعلان، أو كما عبر ظهور الإعلان ولا عبر النقرة، يعني هما فيهم بزاف، نصروا فيهم بزاف فورمات كيما نقولوا، فيهم لي فورم بزاف، قادر عبر النقرة، قادر عبر ظهور الإعلان، قادر عبر إنهاء عرض من العروض، أنك تلوح الإيميل تاعك كذا كذا، وعدوا كيفاش. هذا أول مجال تقدر تبدأ فيه، هو الأسهل فيهم، خلاص خلاص، هو شورت لينكس، أنك تدير فيديو في اليوتيوب، ما يهمنيش تعواش الفيديو هذا، وتقول للناس فوالا ها هي، كي يروحوا ما يكليكي وخلاص، تدي تال العمولة تاعك. بصح كي المشكل تاع الشورت لينكس هذا، أنه يكون رخيص الثمن، فهمتني، يكون رخيص الثمن. هذا خويا فيصل اللي يسمى يقدروا يديروا غير اليوتيوبرز، غير اللي عنده يوتيوب. لا 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 لا، ما يقد... مش غير اليوتيوبرز، عنده واحد عنده بلوج يقدر يديره، كيما انت عندك باج فيسبوك قادر تديرها، اي واحد عنده سيت يقدر يديرها، يقدر يبعثه لك مام في الماسنجر عادي جدا. مثلا نقول واحد عنده قائمة بريدية كبيرة، مثلا ايميل ليست، يكون عنده ايميل ليست، يقدر يبعث الليستان تاعو، يبعث لهم هذا اللي هذا
هما مرفق بطبيعة الحال، لازم يقدم لهم محتوى اللي يخليهم يدخلوا للياه هذا، يدخلوا للياه هذا يتحتسب لك الأرباح نورمال عادي جدا. بالنسبة حتى يا فهمتك، حتى لو كان تبارطاجي في كاش لايف، تبارطاجي في يوتيوب، في كومنتر عظيم، شوف ولا شوف اني مثلا ثينج. ناخذ على سبيل المثال، ناخذ اللايف نتاعك هذا، نهز اللي نتاع اللايف نتاعك نصرو، ونروح للسيت هذا ندير له كوبي من الفيسبوك ونحطه بيست في السيت هذا. السيت هذا يعاود يخدم لي ليا واحد اخر، فهمتني؟ ليا واحد اخر بالموقع هذاك يا بعدا. درك من بعد انا نولي نرسله للاصدقاء نتاعي، مثلا نرسله لاصدقاء ولا نشايريه في كيسمو في لي جروب، ولا نعم. نشيري في لي كومونتير ولا اي حاجه، اللي يكليكي عليه ويفوت الاعلان هذاك 5 ثواني، يفوت مثلا كي يخرج له النافذه هذيك الفوناتر هذيك، يبقى يحسب له العداد 5 ثواني، 5 4 3 2 1، كي كليكي سكيب ادز خلاص يفوت لهذاك السيد، يفوت المحتوى اللي راهو باغي يشوفه، واللي نشر الرابط ولا اللي ولا اللينك كيف يسموه، يدي العمولة هذيك تاع النقرة هذيك، فهمني؟ درك يا نوصلوا كيف. فهمتك كيف. كاين بزاف لي سيت اللي يقدموا هذه الخدمة عليكم، غير تكتبوا شورت لينك سايتس ولا حاجة كيما هكا، يعطيكم بزاف لي سيت، وحوس على شورت لينك سايتس، حاجة موثوقة يعني، ما تشوف الناس واش يهضروا، روح اليوتيوب اكتب ريفيو على السايت هذا اللي لقيته، باسكو كاين تلقى سايتس يعطيك، قال مثلا يهفك يقول لك فوالا على كل تجاوز للإعلان تدي 1 دولار، ويهفك تتلم 1 دولار 2 دولار، او تفرح كذا كذا كذا، تلقى روحك نايم 100 دولار، ومن بعد سي بون خلاص يهفوك في ال 100 دولار هذيك، تروح ال 100 دولار كي شغل يسباميوك برك ويفوتوك. حوس برك في اليوتيوب، تلقى الناس تهضر على المواقع هذو، تهضر على واش من احسن موقع، اكتب احسن موقع شورت لينكس ولا احسن موقع اختصار روابط، وتلقى نفوتوا للبي، نفوتوا للبي. اسمح لي نشرب بركه، نشرب خويا. خذ راحتك. هذه حاجة سهلة، أي واحد يقدر يديرها، بصح اي السيت واحد هذاك واش يربح؟ السيت هذاك يدي معاك، هذاك السيت هذاك يربح من ظهور الاعلان هذاك اللي ظهر لك في 5 ثواني، باسكو هذاك الاعلان اللي ظهر لك انتايا، ومن بعد دير له سكيب ادز، او كاين سيد معلن نسميه له المعلن، هو اللي قام باعلان في هذيك الشركه تاع شورت لينكس، فهمتني؟ فهمت. يعني قادر مثلا واحد يظهر له اعلان مثلا تاع فوتبول ولا تاع اشتراك ممبرشيب ولا حاجه كيما هكا، يروح يسجل فيه مول الموقع هذاك تاع الشورت لينكس، يربح عليه دراهم ممكن توصل حتى الاف دولارات، فهمتني؟ يس، وهذه مليحة حتى للنساء، باسكو النساء نسى دير وي وي اسمها ميمي ولا فيفي ولا فوفو، غدو ان شاء الله يبعثوا لها 5000 انفيتاسيون. راك معايا؟ يطيحوا عليها كذبان. هي تقدر تفتح 3 لي فيسبوك، تلاقي فيهم سامي سامي سامي، وتدير عفسه مثلا تروح تدي اللايف تاعي انا ولا تاع اي واحد من الفيسبوكرز ولا اليوتيوبرز ولا اي واحد، ويحطوه في السايت هذاك ويشاريه ويقدر يربح منه هكا. واش يقدروا يربحوا منه عادي جدا جدا، كما راك قلت راك صحيح 100%، فهمتني؟ نفوتوا للنقطة واحدة أخرى، انا الرجال دوك دير الرجال دبروا لسانكم كيفاش ديروا باش تلايموا لي زابوني بزاف في الفيسبوك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.